اول حاجه خاص تكون عند الشخص اللي بغى يدخل المجال ديال امازون كي دي بي هي يكون عنده الخيال، لان الخيال غادي يساعدك انك تصمم لي كوفرتور ديال لي اي بوك ديالك. اذا خاص يكون عندك الخيال، تكون مبدع، تكون عندك الابداع، انك يعني تكون عندك القدره انك تخلق اشياء من لا شيء، او على الاقل تخلق مجموعه ديال الاشياء عن طريق اشياء اخرى. يعني ما تكونش عندك يعني التقليد، خصك تكون عندك الابداع، تكون مبدع. تاني حاجه هي الديزاين، خصك تكون كتعرف تصمم، ماشي ضروري تكون محترف في البرامج الاساسيه ديال التصميم بحال فوتوشوب، انما يكفي ان يكون عندك بعض الابجديات، انك تكون كتعرف ما معنى الخطوط، كيف كتتم الخطوط، وايضا تكون عندك نظره فنيه، انك تكون تستطيع انك تعرف واش مثلا واحد الكتبه على واحد النص او لا واحد الخلفيه واش ملائمه. كاين بزاف ديال الناس اللي كيصمموا الكتب اللي ما عندهمش هذه النظره هذه ارتستيك اللي بغينا نقولوا، او النظره الفنيه، اللي ما كيستطعوش انهم يعرفوا واش هذاك لو تيكست او لا ذاك لا كولور ديال هذاك لو تيكست واش جاي اونسومبل مع الخلفيه او لا. لا ما يمكنش مثلا تكون عندك لا كوفرتور يعني مثلا نوار وانت تمشي دير لو تيكست نوار، راه ما يمكنش، ضروري خاصك دير واحد سيغتان كولور اللي غادي يكون كيتمشى مع هذيك الخلفيه. هذا الشيء كامل يمكن نسميوه بالنظره الفنيه. ايضا حاجه واحده اخرى يمكن نتكلموا عليها في هذه النقطه هذه ديال الضروريات او المهارات الضروريه لدخول عالم كي دي بي، اللي هي اللغه الانجليزيه. علاش اللغه الانجليزيه؟ لان السوق ديال بيع الكتب او الاي بوك بمختلف انواعه سواء لو كونتون او الكتب العاديه مرتفع عند الامريكيين وعند الاسيويين، وعادوا كتجي المرتبه الثالثه الاوروبا، يعني اللغه الفرنسيه او بقيه اللغات الاخرى الاوروبيه ما عندهاش واحد القيمه مقارنه مع اللغه الانجليزيه. فلهذا من الضروري جدا انك تكون كتعرف الابجديات، ما كنقولش انك خصك تكون كتقن 100% اللغه الانجليزيه وماشي نطقا، انما فقط تكون كتعرف لا كونستريكسيون ديال لا فراز، يعني فوقاش كيفاش كتجي الكلمه، وكيفاش لانه الاخطاء الاملائيه هي كتلعب واحد الدور كبير في بيع الكتب ديالنا. يعني ما يمكنش تصمم مثلا واحد العنوان ودير فيه اخطاء املائيه، مثلا تنسى ما ديرش الاس ديال الجمع، وفي هذه الحاله هذه طبعا الكتاب ديالك ما غاديش يتمشى، وربما تقدر تلقى حظر يعني من طرف كاتيبي. الخلاصة، أولا خاص تكون عندك نظرة فنية، ثانيا تكون مبدع، ثالثا تكون كتعرف أبجديات برامج التصميم ماشي بالضروري فوتوشوب، كانفا مثلا قاضي الغرض. أيضا خاص تكون عندك لغة إنجليزية، ما نقولش لغة إنجليزية متينة، إنما على الأقل أبجديات اللغة الإنجليزية.